قصة حسام وابراهيم. بس قبل ما نقول حسام وابراهيم نشكر كابتن احمد حسام ميدو لانه بامكانياته القليله عمل من الفسيخ شربات، خد بطوله الكاس في اول تجربه تدريبيه لي. واحنا عايزين نلغي النظام الفرعوني القديم، لما يجي حد جديد نفخرم فيه ونهدم اللي قبليه. حسام وابراهيم جايين يكملوا شغل الكابتن احمد حسام ميدو والجهاز الفني والاداري اللي معاه، محمد صلاح، عبد الحليم علي، مدحت عبد الهادي، سيد متولي، المجموعه اللي كانت شغاله مع بعض.